حضرة سيدتي والسادة، السلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا أهل السلام ورحمة الله وبركاته. اهتديت لهذه الفكرة وهي أن أفصل تلاوة القرآن والقواعد، أن أفصلها عن قواعد الرياضيات. أفصل قواعد الرياضيات وقواعد الخط عن هذه الحس. فمن شاء أن يتابع الرياضيات فقط وقواعد الخط له ذلك، ومن شاء أن يتابع هذا الإملاء القرآني باعتماد القواعد، قواعد التلاوة والتجويد، له ذلك. ومن أراد أن يجمع بينهما، أي بين الرياضيات وفن الرياضيات وفن الخط العربي، يمكنه كذلك أن يضم له فن التلاوة القرآنية الجميلة. الهدف من هذه الحصة هي أن تحفظوا بعض الآيات مرتبة، يمكنكم أن تصلوا بها أو أن تقرؤوها ساعة رغبتكم في ذلك، وهو جيد، لا بأس. الإنسان في بيته في ظروف جيدة، لا هو سينتقل إلى مكان كذا، ولا هو مرتبط بمواعيد، ولا هو مرتبط بوقت دخول ولا بوقت خروج ولا أي شيء، ولا مجموعة ولا أي شيء. أنت في مكتبك أو حيث كنت أمام حاسوبك وربما حتى الهاتف، هناك من يتلقى هذه الحصص عبر الإنترنت، فأصبح الأمر ميسر. كما يتعلم الإنسان الطبخ، قواعد صحية، قواعد تربوية، مهارات كثيرة في شتى الميادين، البستنة، النجارة، إلى غير ذلك، يمكن لا غير ولا مانع ولا بأس أن يكون له بعض أو الحد الأدنى. أنا أقول بالحد الأدنى، لأن القرآن في الحقيقة هو كتاب هداية. أذكركم بهذا المبنى حتى تنشروه فيما بينكم ويستقر في أذهانكم. القرآن عبارة على مصحف وكفاء، لا ينفعكم. القرآن عبارة على لوحة لوحدها، لا ينفعكم. القرآن عبارة على ترنيمات عادية دون تطبيق، لا ينفعكم. حلق ذكر دون تطبيق قواعد القرآن لا تنفع، لا ينفع، لا ينفع. الأصل في القرآن هو كتاب هداية، وهو كتاب شامل في المبادئ الكبرى، لا يدخل في التفاصيل، في الحياة، في المجتمع، في الأسرة، في التربية، في التواصل الإنساني، في تهذيب النفس، في ترشيد العقل، ترشيد السلوك، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. العلاقات الإنسانية، العلاقات الدولية، علاقات المواطنين، علاقات المهرية، المسائل المالية، أي مبادئ التواصل بشتى ضروبها وأنواعها، مبادئ التواصل يعرضها القرآن تطبق، هذا أمر لا بد منه. أما أن نترك التطبيقات التي دعينا إليها، كما قلت، من علم ومن عمل ومن إبداع ومن إتقان ومن مهارة ومن تواصل صحيح ومن نفع ومن إعمار الأرض ومن الصناعة والتكنولوجيا والماليات والسياسة والعمل التربوي والعمل الفكري، العمل المدرسي، العمل الجامعة، الطب، الفلاحة، كله عندنا فيه أفكار وعندنا فيه مبادئ وعندنا فيه مفاتيح قرآنية، هذه لابد منها. إذا فعلت هذا وكنت إنسانا مستقيما وأنت تطبق هذه المبادئ، إن شئت لا تقرأ القرآن أصلا، أو اقرأ ما تيسر، ربي هو الذي قال هكذا، فاقرأوا ما تيسر منه. وإن شئت ألا تقرأ التلاوة أصلا لا مانع، لكن التطبيق قيم القرآن وقيم الإسلام وقيم الهداية في النفس، في الأسرة،
وفي المجتمع وفي الكرة الأرضية. هذا هو الأساس. برا أنت زركش وبرا عمل لوحات وبرا قول صلي على النبي وبرا قول لا قول لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله إلا مليون مرة كذا، كلها لا تنفعك إلا إذا جئتم بمبادئ القرآن في الواقع المعيش في الذات وفي الآخرين وفيما سخره الله لنا. حينئذ إن شئت مع هذا تصلي على النبي افعل، إن شئت مع هذا تذكر افعل، إن شئت مع هذا يكون لك محطة لمتابعة بعض التفسير ممكن، لكن أحسن تفسير للقرآن، أحسن تفسير للقرآن في الأرض في الواقع المعيش في الحياة، حيث شرقت أو غربت أنت في مكان جغرافي وفي وقت. ثم دو فاكتور، زوز عوامل، العامل الأول المكان الذي أنت فيه، العامل الثاني الزمن الذي أنت فيه، العامل الثالث أنت. ما الذي ستفعل في تلكم البقعة الجغرافية وفي وقت ما بليل أو نهار؟ أبدعت، أتقنت، أضفت، نفعت، ها الله يريد هذا. السنن الخفيفة، أكبر سنة هي أكبر فريضة، أكبر سنة أن تؤدي الفريضة، أكبر سنة من هدي النبي، أكبر هدي من هدي النبي، أكبر سنة من سنة النبي أن تستقيم في الأرض. لأنني ألاحظ أن الناس مثلا يصلون 6 أيام من شوال، ما الذي ستقدمه لكم 6 أيام من شوال؟ إن شئتم أن تصوموا أنتم أحرار، هذه أمور خاصة، لكن ما الذي قدمتم بها؟ ما الذي قدمت لكم هذه الأيام؟ ما الذي قدم هذا الصيام؟ تقول الصيام علمني أن أستقيم في الحياة وأن أنضبط وأن أبدع وأن أنفع. أنت أعز الناس، أنت أرقى الناس، أما للصيام كالصيام لا ينفعك، العمر كعمر لا تنفعك، الحج كحج لا ينفعك، الصلاة كصلاة لوحدها لا تنفعك، الذكر لوحده لا ينفعك، الصلاة على النبي لوحدها وكفى لا تنفعك، وعمل عاد سنن تاع مظاهريات وكذا سوى رجالية أو نسائية لوحدها لا تنفعك. لا ينفعك إلا النفع في الكون والنفع في الأرض والنفع في البشر وفي الإنسان. افعل هذا، افعل هذا، بعد ذلك اختر ما شئت من النوافل والسنن. إننا نظلم الله وإننا نظلم الإسلام عندما أخذنا من الإسلام إلا بعض القشوريات، إلا بعض الثانويات، وتركنا الأصل وتركنا الجوهر. التذكير بهذا لا مناص منه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا أقول وأنتم ترددون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. من سورة الكهف، أول سورة الكهف، افتح المصحف في سورة الكهف. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. تعيدون معي، أنا أسكت وأنتم تقولون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. حينما أبدل النبرة والطريقة أنتم أيضا بدلوا، فبالزمن ستصبحون تقرأون القرآن كما أقرأه أنا بالضبط، ربما أحسن منه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. ولم يجعل له عوجا، ولم يجعل له عوجا، ولم يجعل له
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا دائما تقرير التعليم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا نعيد من البداية الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ينذر بأسا شديدا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. هذه الآيات عندما تكررون بعد ذلك مراجعة الفيديو كل مرة أوقف الفيديو وكرروا ثم تقدموا وكرروا معهم إن كنتم راغبين، إن كنتم غير راغبين وتريدون فقط أن تطبقوا قيم القرآن في الواقع المعيشي في الذات وفي النفس وفي الأناسي والبشر يمكنكم ذلك. أردتم تزيينها بشيء من القرآن هو أمر جميل. في الصلاة بعد مثلا في الصلاة حتى من المصحف تمسك المصحف بيتك وأنت في بيتك بطبيعة الحال أو حيث كنت، أي لست في الجامعة، أي لست في الجامعة، أنت تصلي لنفسك بنفسك ولمن معك في المنزل. الله أكبر ثم تقرأ سورة الفاتحة، بعد ذلك تقرأ هذا الجزء ولا الضالين ثم تشرح الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الله أكبر وتركع. يمكنك أن تكتفي بآية آيتين أو ثلاث أو حتى بربع آية إذا كانت الآية طويلة. المهم انتقلوا من قراءتكم الروتينية وأنتم تحتقرون أنفسكم أو أنتم في عاداتكم وتقاليدكم أن لا يقرأ القرآن أصلاً أو يقرأه الإمام أو يقرأ كما نشاء. لا، تبدلوا، ارتقوا في كل شيء، ترتقون في حياتكم الدنيا وفي معاشكم وترتقون في أموالكم وترتقون في مادياتكم وترتقون في تواصلاتكم وترتقون في خياراتكم مهاراتكم تخصصاتكم، ترتقون في الفنون التي تتبعونها وترتقون أيضا في القرآن. حتى إذا قرأت القرآن أو بدأت تصلي تصلي على نحو أفضل ولا لا؟ كل شيء نبدأ فيه. لاحظوا مثلا إبداع في البرفان، إبداع في اللباس، إبداع في الأثاث، إبداع في الكوزين، إبداع في الجردان، إبداع في السيارة، إلى غير ذلك إلا القرآن. إذا كنتم ترون أن هذا هو عين الصواب فواصلوا، وإذا اكتشفتم أن تقولوا لا بأس أنا زينتها في بيتي وزينتها في أثاثي وزينت أمري في لباسي وزينت أمري في عطوراتي وزينت أمري في سماعات الأخرى وفي عملي وأنا مبدع، حينما أختم يومي أو في الصباح حينما أصلي فأقرأ قراءة رائعة، وين المشكلة؟
فكروا قليلا. إذا لاحظتم أن هذه الفكرة لا بأس بها، لا هي تأخذ من مالكم، ولا هي تأخذ من وقتكم، ولا هي تأخذ من طاقتكم، لا لا تأخذ منك شيء. أنت بطبيعتك تصلي، لكن عوض أن تؤدي الصلاة على نحو عادي يمكنك أن تؤديها على أفضل، على نحو أفضل. أقرأ آخر مرة لتستمعوا وأنتم الآن في الصلاة. ولا الضالين، بعدما قرأت الفاتحة كلها عوض أن تقرأ قل هو الله أحد التي تكررها دائما، أو قل أعوذ برب الناس، حلق لا مانع. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الله أكبر. ثم تركع. تؤذيكم هذه؟ تقلقكم؟ أم أنكم تريدون جنة عرضها السماوات والأرض وتريدون فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت بغير التحسن؟ كلكم في تحسن في كل شيء إلا في هذه. إذا كنتم مقتنعين عقديا وإيمانيا أنه لا 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 أريد هذا وأكتفي بعملقتي في الأشياء الأخرى، لا بأس. وإذا أردت أن تجمع بينهما فهو لا بأس. إلى اللقاء يجمعني بحضراتكم إن شاء الله غدا تقريبا في نفس التوقيت، قبلها بقليل أو بعدها. الحصة الأولى للرياضيات وفن الخط العربي، والحصة الثانية التي هي هذه أخصصها في المستقبل لآيات من الذكر الحكيم على الهواء مباشرة. إذن أنتم يمكنكم أن تصوروا الصفحات، الصفحة الأولى والأولى والثانية من سورة الكهف، وتضعونها أمامكم وبقلم الرصاص على الفوتوكوبي تضعون بعض العلامات التي تساعدكم فيما بعد وأنتم تقرؤون. فحينما قلت مثلا الحمد لله الذي أنزل غنى هنا، سأذكر لكم لما عملنا غنى. المهم تطبيق، المهم تطبيق، عمل سهل صغير. الحمد لله الذي أنزل على عمل فلاش صغير فقط على عبده الكتاب، عمل سهل طويل شوي. ولم يجعل ولم يجعل له هذا الضمير هنا ممدود، ولم يجعل له عوجا قيما لي تعمل ربط طريقتك سهل قيما لينذر بأسا شديدا من لدن رموزك عملها ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. السلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. يا أهل السلام ورحمة وبركاته. العلم بالتركيز، العلم بالسماع، والعلم بالنون والقلم، نون والقلم وما يستور بالكتابة. هكذا ترسخ العلوم أي علم. تسمعوا وتردوا معايا
وتكتبوا وتحطوا علامات وتتفكروا، أنتم تربحون وأنا أربح معكم ثوابا كبيرا لا يعلمه إلا هو للقاء.